هنكمل مع بعض محاضرة الكورتكس للفرقة الرابعة. هنتكلم عن Application of the Cortex. زي ما خدنا في البارت 1 اللي هو الجزء النظري في Definition of the Cortex، قالنا ان هو عبارة عن مجموعة من البوكسز بعمل تشيك اوف على الداتا المناسبة للبيشنت كونديشن. زي ما احنا شايفين دلوقتي في اسفل الصفحة في داتا وفي اعلى الصفحة في داتا. هنشوف مع بعض ازاي نملى البيانات دي في الكوردكس. في اسفل الصفحة عندنا اللي هي الهوستل نمبر اللي هو رقم الملف الموجود على البيشنت فايل، بنكتبه زي ما موجود بالظبط. بيشنت نيم اللي هو الاسم المريض بيكون تريبل ثلاثي. روم نمبر بنكتب الروم نمبر اوف ذا بيشنت. البيد نمبر نكتب رقم البيد اللي البيشنت موجود عليه. الدايجنوزز بنكتبه according to priority، وكمان بنكتب abbreviation لو في حاجة كومن، زي for example مثلا لو العيان ده عنده diabetes mellitus بكتب ما بكتبش diabetes mellitus الكلمة كاملة، لكن انا معروف ان في عندي abbreviation معروف للدايبيتس اللي هو الدي ام، يبقى انا بكتب دي ام. بعد كده في عندنا الديت اللي هو تاريخ اليوم اللي انا بعمل فيه الكاردكس. الايج اللي هو البيشنت ايج، بكتب فيه بالتمييز بتاعه، وليكن مثلا ان البيشنت اللي عنده 45 سنه يبقى انا هكتب 24 واي ار اس. واي ار اس دي اللي هي اختصار ييرز. بعد كده في عندنا الريليجن اللي هي الديانه، البيشنت مسلم ولا كريستيان. الماريتال ستيتس بكتب البيشنت ده هل هو سنجل ولا مارد ولا ديفورس ولا ويدو. السكس يا اما ميل يا اما فيميل، وانا هنكتبهم باللي هي الايه ابريفيشن زي ما احنا عارفين، اللي الميل اللي علامه اللي هي الفيميل علامتها اللي هي الدايره ونازل منها علامه الزائد، لكن الميل اللي هي دايره طالع منها علامه السهم. ديت اوف ادميشن اللي هو تاريخ دخول البيشنت الهوسبيتال. ديت اوف اوبريشن و دايجنوزز افتر اوبريشن دول بكتبهم في حاله لو المريض هيعمل اوبريشن، هكتب هنا تاريخ الاوبريشن و دايجنوزز افتر اوبريشن، تاريخ العمليه اللي عمل فيها العمليه وتشخيص ما بعد العمليه. تشخيص ما بعد العمليه هنا مش هو الدايجنوز العادي، وليكن مثلا فور اكزامبل ان المريض داخل لي في عنده كوليسيستايتس، ده الدايجنوز بتاعه وعمل العمليه خلاص، بسميها الدايجنوز افتر اوبريشن بيبقى ايه كولي سيستكتومي، ده فور اكزامبل. تمام. بعد كده في عندنا الكير ستيتس. الكير ستيتس دي اللي هي حاله البيشنت عامله ازاي، هل هو سيلف كير ولا بارشال كير ويز اسيستنس ولا كومبليت كير. يعني ايه سيلف كير؟ سيلف كير يعني البيشنت بيعمل كل حاجه لوحده كسيلف، معتمد ايه على نفسه. المريض ده لو هو سيلف كير يبقى انا بعمل علامه صح في البوكس اللي قصادها. لو البيشنت ده بارشال كير ويز اسيستنت بيحتاج مساعده في الكير بتاعته، يبقى البيشنت ده بعمل علامه صح في البوكس اللي قصاد منها. لو البيشنت ده كومبليت كير، كومبليت كير يعني النيرس هي اللي بتعمل له كل الكير بتاعته زي في حالات الكوماتوز دي بيشنت، يبقى انا بعمل علامه صح في البوكس اللي قصاد منها. بعد كده الاكسرسايز. الاكسرسايز البيشنت ده اكتف اكسرسايز، هل هو بيعمل الاكسرسايز كلها لوحده؟ يبقى انا بعمل علامه صح. هل هو بيعملها باسيستنت؟ يبقى انا اعمل قصاد منها علامه صح. ولا بس في اكسرسايز ما بيعملش اكسرسايز خالص؟ ده برده بنشوف حالات اللي هي ايه، في حالات اللي هي الكوماتوز ديبيشن، يبقى انا بشوف ايه الحاله اللي بتناسب الحاله الداتا اللي بتناسب البيشنت بتاعي واعمل قصاد منها علامه صح. طيب السبيشال كير اللي هي الكير اللي هي البيشنت محتاجها كسبيشال، هل هو البيشنت محتاج باك كير ولا ماوس كير او فود كير أو ولا محتاج درينيال كير وتراكيال كير. لو البيشنت مركب تراكية محتاج يتعمل لها كير يبقى انا هعمل علامة صح قصاد التراكية. لو البيشنت مركب كاستر ومحتاج يتعمل لها كير يبقى انا هعمل ايه قصاد الكاستر كير علامة صح. الأزر دي معناها ان البيشنت محتاج حاجة غير دول، زي ايه مثلا؟ العيان محتاج ان هو يتعمل له كانيولا كير او سكين كير، يبقى انا هعمل قصاد الأزر علامة صح وهكتب كانيولا كير اند سكين كير. بعد كده عندنا الكونديشن. الكونديشن observation اللي هي حاله المريض عامله ايه، هل هي satisfactory ولا guarded ولا critical. هشوف حاله الكونديشن بتاع البيشنت عامله ازاي و according to patient condition، وهعلم علامه قصاد اللي هي الايه المناسبه لحاله المريض. بعد كده في عندنا العمود الثاني، اول حاجه في الدايت. الدايت بشوف نوع الدايت اللي العيان ماشي عليها،
لو العيان ده طبيعي خالص ما عندوش اي مشاكل صحية، ما عندوش ضغط ولا سكر ولا اي حاجة، يبقى العيان ده نورمال دايت. لو العيان ده دايابيتس ميليتس، عنده مريض سكري، يبقى بالتالي نوع الدايت عنده تبقى دايابيتك دايت. لو العيان ده عنده ليفر سيروسس او عنده اي مشاكل في الليفر، يبقى المريض ده التايب اوف دايت بتاعته هيباتيك دايت. طيب بعد كده في عندنا الفورشة فلويد. البيشنت ده محتاج فورشة فلويد معينة، الدكتور كاتب له عليها. بنشوف حالات اليورناري سيستم بروبلم، مريض عنده مشاكل في اللي في اليورناري سيستم، عنده ستون، عنده اي مشاكل، فالدكتور قال له ان هو لازم ياخد فورشة فلويد، كمية فلويد كبيرة جدا. ففي الحالة دي ان انا اعمل قصاد فورشة فلويد علامة صح. طيب ان بي او معناه ان هي ناثينج بير اورال، ان العيان ده لا شيء بالفم. في حالة مثلا ان البيشنت ده صايم لبريباريشن ل وهيعمل ايه؟ بريباريشن لاوبريشن معينة، فبالتالي ان هو ان بي او. لو هو ان بي او فعلا ان انا هعمل علامة صح قصاد ان بي او. طيب في عندنا بعد كده ايزوليشن تري، هل ان انا بستعمل ايزوليشن تري مع البيشنت ولا لا؟ لو بنستعملها نعمل علامة صح، ما بنستعملهاش بس يبقى قصادها فاضي خالص. بعد كده السبلمنتس، بيشنت محتاج سبلمنت يبقى قصاد منها صح، ما بيحتاجهاش يبقى ايه؟ ما بعلمش اي حاجة. بعد كده الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن البلاد ترانسفيوجن. بلاد ترانسفيوجن لو الدكتور مقرر للمريض ده او مديره ان هو ماشي على نقل دم او بلازما او صفايح كرات دم حمراء او بيضاء، بيبقى الكلام ده مكتوب فين؟ في قلب البيشنت فايل. لو البيشنت مكتوب له ان هو يمشي على بلاد ترانسفيوجن، تمام، يبقى انا هعمل الجزء ده. لو الدكتور مش مقرر له ان هو يمشي على بلاد ترانسفيوجن، يبقى انا هاجي جنب بلاد ترانسفيوجن واعمل علامه داش. طيب لو الدكتور كاتب له ان هو يمشي على نقل دم، يبقى انا هاجي هنا هحدد ايه هو التايب اوف ترانسفيوجن، نوع الترانسفيوجن اللي عندي هيكون ايه، هل هو بلاد ولا ار بي سيز ولا بلاتلتس ولا بلازما، يبقى انا هعمل علامه صح قصاد التايب اوف ترانسفيوجن. بعد كده هكتب اوردر ديت اللي الدكتور كاتب له ان هو يتاخد فيه امتى بالظبط، والاماونت اللي الدكتور قايل عليها، هل هي 500 سي سي ولا هياخد 1000 سي سي ولا هو تيفر الاماونت اللي مكتوبه ايه. بعد كده الفريكوانسي، كل قد ايه بالظبط الايه الدوز دي هياخدها تاني، ايه الريت، بمعدل كام دروب على المينت، يعني الريت اوف ترانسفيوجن بقول في الدكتور بيحدد فيه برضه هو كاتب في البيشنت فايل، هل هو هيمشي 2 دروب على المينت ولا 4 دروب على المينت، بشوف معدل اللي هو ايه ترانسفيوجن اوف بلاد او بلازما للبيشنت ايه. بعد كده في عندنا التيوب. التيوب هل البيشنت ده محتاج او مركب له نازو جاستريك تيوب او متركب له جاستريك تيوب او جافاش تيوب او اريجيشن تيوب. لو الحاجات دي مكتوبه للمريض او مطلوبه للمريض، بعمل علامه صح قصاد الحاجه اللي هي ايه اللي هي البيشنت محتاجها. لو مش عايزها او مش متركبه له، بعمل باجي جنب كلمه تيوب واعمل علامه داش داش، يعني شرطه كبيره كده اقفل جنبها. طيب لو ما اوردر لي ان هو يركب نازو جاستريك تيوب او جافاج تيوب او اريجيشن، بقول الكونتنت بتاعتها ايه بالظبط على حسب الدكتور اوردر اللي كاتبها في الفايل، وبقول الريت قد ايه والروت هياخدها ازاي. بعد كده في عندنا جزء الادميشن. خلي بالكو من حته الادميشن وفرق بينها وبين جزء الفريكوانسي اللي هيقابلني بعد كده. جزء الادميشن ده مقصود بيه من اسمها ادميشن، ان انا باخد اللي هو الريبورت وقت الاد ادميشن تايم اوف ذا بيشنت، وقت دخول البيشنت الهوستل بيتعمل له اسسمنت. تمام، الاسسمنت ده بيبقى مكتوب فيه الدكتور اسئله بلاد بريشر، اسئله تمبريتشر، اسئله بولس، ولا اصله اي حاجه من الفايتال ساينس اللي موجوده دي، وكتبها في تقرير الدخول ان البيشنت كان البلاد بريشر بتاعه 110 70 وكانت الريسبيريشن بتاعه 22 وكان مثلا اللي هي الايه التمبريتشر 37. يبقى انا بكتب الحاجات اللي موجوده في اللي هي الادميشن اسسمنت اللي الدكتور كاتبها في ريبورت فيها واكتبها هنا. طيب انا قريت الريبورت بتاع البيشنت وقت الدخول ما لقيتش في اي حاجه من دي خالص مكتوبه في اللي هي البيشنت شيت، بعمل ايه؟ بروح جاي عند الادميشن واعمل داش. تمام، يعني الحاجه دي لو موجوده في البيشنت فايل وقت الادميشن في الريبورت بتاعه بكتبها، مش موجوده بعمل داش. تمام، طيب هنا لو الحاجه دي هي الهايت المقصود بيها اللي هو ايه طول البيشنت، والويت اللي هو الوزن بتاع البيشنت بيتقاس بالكيلو جرام. بعد كده في عندنا البي بي اللي هو بلاد بريشر، وطبعا التمييز بتاعه ام ام اتش جي. التي بي ار اللي هي التمبريت، التي اللي هي التمبريتشر، البي اللي هي البالس، الار اللي هي الريسبيريشن. تمام، بعد كده في عندنا جزء الاكتيفيتي. الاكتيفيتي اللي هو النشاط او حركه البيشنت عامله ازاي، هل البيشنت ده بيدرست
يبقى انا هعمل قصادها علامه صح. لو هو مش بيترست يبقى خلاص ما نعملش منها علامه صح. بعد كده في عندي هل هو بيتحرك بتشير، ولا هل بيشنت امبيوليت يعني بيتحرك لوحده، ده بيشنت سيلف بيتحرك كل حاجه لوحده مش محتاج اي حاجه من دول، لا بيتحرك بكرسي ولا اي حاجه. بي ار بي اللي هو بيتحرك بعكاز، البيشنت قدامك في اليونت بيتحرك بعكاز ولا لا. طيب ما فيش اي حاجه من دي، وفي اذر. اذر دي معناها ايه؟ ده في حاله مثلا لو في مرافق مع المريض هو اللي بيساعده بايه، زي في حاله الاطفال مثلا بنلاقي ان ليه المذر محبوسه مع التشايلد في قلب اليونت، يبقى هنا للمذر هي اللي ايه، هنقول عند الاذر يعني العلامه صح، ونقول هيز مذر. تمام. طيب بعد كده في المود اوف ترانسبورت اللي هو وسيله انتقال المريض داخل اليونت عندي او داخل اليد ديبارتمنت عندي، ايه هو وسيله الانتقال بتاعته؟ هل هو بويل تشير بكرسي متحرك، ولا بستريتشر، ولا ويز اكسجين؟ بشوف اللي يناسب المريض ايه واللي فعلا بيستعمله، واعمل قصاد من علامه صح. ما فيش اي حاجه من دي موجوده خالص، يبقى انا بعمل ايه؟ داش جنب مود اوف ترانسبورت. بعد كده في عندنا السايد ريلز اللي هي حواجز. السايد ريلز دي هل هي مي اوردر دكتور اوردر انها تكون كونستانت، تكون ثابته اللي هي 24 اور، تكون ثابته خلال 24 ساعه للمريض عشان ما يحصلوش اي كومبليكيشن. ده بنشوفها في حالات اللي هي لو المريض ده كوماتوز او الليفل اوف موشن بتاعه، او المريض ده عنده سيزر او عنده مشاكل معينه فممكن يحصل له كومبليكيشن، فبالتالي ان السايد ريلز دي تكون كونستانت، لازم تكون مرفوعه خلال ال 24 ساعه. هل فعلا كده؟ يبقى انا اعمل علامه صح قصاد الكونستانت. طيب بي ار ان يعني عند اللزوم، هل فعلا ان انا بحتاجها عند اللزوم؟ يبقى انا بعمل قصاد منها. النايتس بحتاج ان انا ارفع السايد ريلز دي اللي هي حواجز او جوانب السرير في النايتس بس ولا لا؟ لو ما بحتاجهاش خالص باجي جنب السايد ريل واعمل علامه داش. بعد كده في عندنا جزء البروسيسز. البروسيسز ده البيشنت متركب باي حاجه صناعيه، هل العيان ده مركب اي حاجه صناعيه سواء كان طقم اسنان علوي او سفلي؟ البيشنت ده مركب كونتاكت لينسز، في عدسات لاصقه، مركب جلاسز، مركب نظاره، مركب هيرنج ايدز، مسماعات او اذر. اذر دي مركب مثلا شرايح، مركب مسامير في الناس اللي هم بتوع العظام. لو ما فيش اي حاجه من دي خالص جنب البروسيسز بعمل علامه داش. بعد كده في عندنا الريسبيراتوري سيرابي. ريسبيراتوري سيرابي الدكتور مقرر للبيشنت ان هو هيمشي على اكسجين سيرابي او على نيبلايزر، يبقى انا ده الجزء ده بتاعنا اللي بملاه. طيب لو همشي على اكسجين باجي قصاد منه اعمل علامه صح في البوكس اللي قصادها باللتر والمينت، بحدد كام لتر على المينت على حسب الدكتور ما قايل لي في البيشنت فايل، بقول العيان ده هياخد كام لتر اكسجين على بير مينت. بعد كده في عندنا الميثودز، هياخدها ازاي؟ عن طريق نيزل كانولا ولا فيس ماسك؟ بحدد برده الميثودز اوف اكسجين على حسب الدكتور اوردر اللي قايلها في مكتوب عندنا في البيشنت فايل. بعد كده في عندنا النيوبلايزر اللي هو الجلسات اللي هي الايه الرذاذ. لو البيشنت مكتوب له على النيوبلايزر بعمل علامه قصاد منها علامه صح. انا كاتبه لكم هنا اكزامبل توضيحي عشان تشوفوه برده. في عندنا لو نيوبلايزر الكونتنت بتاعتي ايه، لو الدكتور قايل له مثلا ان هو هياخد جلسات فاركولين كل 6 ساعات، تمام، يبقى تكتب هنا ازاي؟ يبقى انا هكتب هنا الفاركولين، بكتب هنا اسم الدواء وتركيزه ونوعه، ماشي، زائد اللي هو الايه الحاجه الثانيه اللي تنضاف عليه نفس الكلام اسم الدواء تركيزه ونوعه، واخد الطريقه ازاي بالايه بياخدها ازاي. يبقى اسم الدواء اللي هو الفاركولين 20 مللي، ده هياخد منه 10 دروبس، زائد هياخد ايه الفاركولين هنضاف عليه ان اس اس 9% سوليوشن 2 سي سي. يبقى انا الفاركولين جالس هدي 10 نقط فاركولين على 2 سنتي محلول ملح، وده ياخدهم عن طريق الاستنشاق الانهاليشن، يعني بتتكتب بالطريقه دي. طب لو العيان ده ماشي على جلسات اتروفنت يبقى انا ايه؟ هكتب اتروفنت ده 25 مللي جرام، ده امبول، زائد ان اس اس 9% برده سول 2 سي سي انهاليشن. يبقى انا بشوف اللي هو نوع النيوبلايزر الدكتور ماشي البيشنت عليه وبكتبه بالظبط هنا في الجزئيه دي. الميثودز اللي طريق البيشنت هياخدها، هياخد طريقه النيوبلايزر ازاي؟ عن طريق الفيس ماسك ولا عن طريق ايه بالظبط؟ احنا قلنا عن طريق الفيس ماسك على حسب دكتور اوردر. الفريكوانسي كل قد ايه بالظبط؟ افري 6 اور. الكيو دي سنه رابعه اللي هو الابريفيشن، احنا في عندنا كومن ابريفيشن هنعرفها متعارف عليها بشتغل بيها في قلب الكاردكس بتاعنا. كيو 6 اور يعني كل 6 ساعات. بعد كده في عندنا اللي هي الفريكوانسي. خلي بالك انا قلت لك خلي بالك في بدايه اللي هي الكاردكس الابلكيشن في عندنا جزء الادميشن، اوعى تلخبط بينه وبين الفريكوانسي. الفريكوانسي دي اللي هو جزء المتابعه اللي الدكتور كاتب عليه في قلب الفايل، مكتوب مثلا الدكتور قايل متابعه اللي هي العلامات الحيويه كل 6 ساعات، يبقى انا كل 6 ساعات لازم الاقيس الفيتال ساينس دي واسجلها معايا في قلب الكاردكس. لكن جزء الادميشن اللي احنا شرحناه قبل كده بيتكلم على
الحاجات اللي مكتوبة وقت الادميشن بس، ات ادميشن تايم، وقت دخول المريض، الاسسمنت اللي انا عملته. لو مكتوب اتس اوكي بكتبه معايا في قلب الكارديس، مش مكتوب اي حاجة عنه زي ما اتفقنا مع بعض وعرفنا بعمل داش جنبها. لكن هي الفريكوانسي لازم تكون مكتوبة، لازم الدكتور يكون كاتبها في قلب الايه الفايل. يبقى انا مثلا فور اكزامبل هنا حاطه لكم ان الدكتور كاتب مثلا متابعه العلامات الحيويه كل 6 ساعات، يبقى انا كتبت هنا افري 6 اور، وكان البي بي اللي هو البلاد بريشر 120 80 ام ام اتش جي، لازم اكتب التمييز البلاد بريشر ايه. وكانت التي اللي هي التمبريتشر كانت لازم برضو اكتب كيو او افري 6 اور كانت 37 سنتيجريد، والبالس برضو لازم احط الفريكوانسي بالاول اللي هي افري 6 اور كان 82 بيت بير مينيت، تمام. والريسبيريشن اقول برضو ان هو كل 6 ساعات اللي هي افري 6 اور كان 22 سايكل بير مينيت. لازم التمييز بكده، بيبقى احنا تمييز البلاد بريشر ام ام اتش جي، تمييز التمبريتشر سنتيجريد، والبالس تمييزه بيت بير مينيت، وتمييز الريسبيريشن سايكل بير مينيت، تمام. طيب لو الدكتور قرر ان هو نشوف الويت برضو كل 6 ساعات بكتبها كل 6 ساعات برضو، واخر قياسه كانت ايه. طيب مش مقرر، يبقى انا اعمل علامه الداش اللي انتوا زي ما انتوا شايفينها كده اللي هي ايه شرط بقفل جنبها. طيب مطلوب مني الدكتور يعمل نيورو تشيك، لو مطلوب بكتبها، مش مكتوب بقفل جنبها برضو. التيرن مطلوب مني، يبقى انا لو مكتوب بكتبه، مش مطلوبه ان انا بعمل ايه بقفل جنبها. مطلوب متابعه كاف انج دي بريسنج اكسرسايز، لو مطلوب اوكي بكتبها، مش مطلوبه خلاص بسيب جنبها بدايش جنبها. السي في بي اللي هو سنترال فينس بريشر، مطلوب مني ان انا اعمل ميجر سي في بي كل 6 ساعات، ولا الدكتور مقررها ازاي، ولا البيشنت اصلا مش مركب سي في بي. في الحاله اللي هي بعمل ايه برده، مش مطلوبه بعمل ايه جنبها داش. داش دي معناها انها ايه مش عندي اصلا، او ممكن تطبقش على البيشنت اللي عندي. طيب بعد كده في عندنا جلوكو تشيك. جلوكو تشيك ده ان انا الدكتور بالمريض مثلا ده فور اكزامبل المريض ده دايابيتك وماشي على جدول الانسولين، الدكتور قايل لي ان انا اتابع برضو من ضمن الحاجات الفريكوانسي ان انا اتابع اللي هي البلاد جلوكوز ليفل كل 6 ساعات، يبقى انا بكتب هنا افري 6 اور، واخر قياسه اللي هي البلاد جلوكوز ليفل كانت قد ايه بالظبط. انا قست البلاد جلوكوز ليفل لقيت 350 ام جي على الدي ال، يبقى انا بكتب هنا جنبها افري 6 اور 350 ام جي على الدي ال. كمان كاتب لي ان انا بدل انسولين على حسب الجدول الاتي، كاتب لي في قلب الفايل ان الجدول بتاع الانسولين هو كده، يبقى انا خدته من قلب الفايل كتبته في قلب الايه؟ في قلب الانسولين شارت زي ما قدامه كده. ده اكزامبل توضيحي لكم سنه رابعه. فور اكزامبل ان من 100 ل 150 مش هدي اي حاجه خالص، مش هياخد اي انسولين دوز، لكن من 150 ل 200 ام جي على الدي ال هياخد 5 يونت، من 200 ل 250 هياخد 10، 250 ل 300 هياخد 15، من 300 ل 350 هياخد 20 يونت، من 350 ل 400 هياخد 25 يونت، اكتر من 400 هياخد 30 يونت. طيب لو البيشنت عندي طبيعي خالص ما عندوش اي مشاكل، ما هوش دايابيتك خالص، يبقى انا هاجي جنب الجلوكو تشيك دي هعمل ايه؟ هقفل جنبها، والانسولين شارت الجدول ده برضو هعمل هقفل عليه كده ان هو مش تبعي، ان البيشنت مش ماشي عليه، ومش البيشنت اصلا مش ايه مريض دايابيتك. طيب اذر سبيسيفاي اللي هي لو في اي حاجه تانيه مطلوبه غير الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. طيب زي ايه مثلا؟ الدكتور كاتب في اريال الفريكوانسي ان هو ان انا اتابع حدوث مضاعفات كل كام؟ كل 6 ساعات او كل 8 ساعات، يبقى انا زي ما الدكتور كاتبها لي بالظبط كده هكتبها في اي في القلب الازهر. في عندي هنا حاجات تبع الكومبليكيشن ما عنديش، يبقى انا هكتب هنا في الازهر افري 6 اور فولو اب بيشنت فور اني كومبليكيشن، كتبتها زي ما الدكتور ايه كاتبها بالظبط. طيب مفيش خلاص، يبقى انا بعمل ايه؟ بدايش جنبها. بعد كده في عندنا جزء الايزوليشن، البيشنت محتاج يتعمل له ايزوليشن سواء كان عيان ده ريسبيراتوري ايزوليشن ولا هيباتيتس ولا اذر، مفيش اي حاجه من دي خالص، يبقى اوكي باجي جنب الايزوليشن واعمل داش. لو اي حاجه من دي محتاجاها بعمل علامه صح في البوكس اللي قصاد منها. بعد كده في عندنا الاي في ديفايسز، اي في ديفايسز البيشنت متركب له اي ديفايسز زي ايه؟ زي مثلا البريفر كانولا، اديكم مثال ليها، البريفر كانولا بي سي دي اللي هو الابريفيشن بتاعنا اللي هو ايه بريفرال كانولا، متركب له كانولا مكانها فين؟ السايد بتاعها برانش اوف رايت هاند، مركبها في ايدي اليمين او مركبها في ايدي الشمال، هي بقى اشوف مكانها بالظبط ايه وبكتب السايد بتاعها هنا. السايد بتاعها قد ايه؟ طبعا لان السايد بتاعها مثلا فور اكزامبل 20، وتمييز السايد بتاع الكانولا 20 جي. طيب مركبها امتى بالظبط؟ بكتب تاريخ تركيب الكانولا وليكن فور اكزامبل اللي هو 3/11/2020.
طيب انا جزء الاي بي ديفايسز لازم ايه فاملاه. طب البيشنت مش راكب اي بي ديفايسز خالص، لا متوصل بسي في بي ولا مركب بريفر كانولا، يبقى انا بعمل برضو جنب الاي بي ديفايسز داش. هنا لو مريض مركب حاجه تانية غير البريفر كانولا يبقى انا بكتبها في الاذر ديفايسز، مش مركب اي حاجه يبقى انا بدايس جنب الاذر ديفايسز. تفتكروا ايه اللي بيبقى تاني غير البي سي والبريفر كانولا؟ ممكن يكون مركب بيشنت سي بي بي، تمام، ده من ضمن الاي بي ديفايسز برضو. بعد كده الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن الفلويد بالانس. الفلويد بالانس بقيس فيها الانتيك للبيشنت والاوتبوت، الاي اللي هي اختصار الانتيك اند الاو اللي هي اوتبوت. بحسب كل الانتيك اوف فلويدز اللي داخله للبيشنت واطرح منها الاوتبوت. طيب الانتيك ده اللي هو عباره عن ايه؟ كل الفلويدز، فلويد سواء كان ووتر سواء كان جوس سواء كان سوليوشن، محاليل زي الرينجر زي السلاين زي الجلوكوز، تمام. بحسب السوليوشن من ضمن الانتيك عندي. طيب بحسبها كل، بجمع كل الانتيك على بعضه واحسبه واطرح منه الاوتبوت. الاوتبوت بيكون في صوره ايه؟ بيكون اما يورين او ممكن يكون في صوره ديسشارج معينه او ممكن يكون في صوره ايه برضو سويتنج. العرق بحسبه اللي هو السويت. بحسب السويت ازاي؟ بحسبه في فصل الصيف 50 سي سي وفي فصل الشتاء 30 سي سي. اقول تاني، بحسب السويت للبيشنت الادلت بقول ان هو 50 سي سي في فصل الصيف و30 سي سي في فصل الشتاء. طيب ولكن فور اكزامبل، مثلا انت دخلت على البيشنت وقال لك ان انا شربت ايه، شربت كوبايه جوس من الكبيره، تمام، وخليت في القسطره خارج مثلا 150 سنتي يورين، يبقى انا هحسبها هنا ازاي؟ يبقى انا البيشنت قال لي ان هو شرب كوبايه جوس من الكبيره، انا قلت كوبايه الجوس الكبيره هنحسبها ان الكبيره 200 سنتي والوسط 150 والصغيره 100، يبقى الكبيره 200 والوسط 150 والصغيره 100. البيشنت قال لك ان انا خدت 200، يبقى انا هقول ايه؟ 200 سي سي ناقص. طب بص، في اللي هي في اللي هي في كيس تجميع البول بتاع الكاستر لقيت فيه 150 سنتي، يبقى انا 150 واحنا كنا في فصل الصيف، يبقى 150 و50 سي، يبقى كده 200. يبقى انا هقول 200 ناقص 200 هيديني ايه؟ هيديني زيرو، هيديني زيرو. يبقى انا بقى بجمع الانتيك كله وبطرح من الاوت بوت كله واقول ايكوال بيساوي كام بالظبط، هل هو بالموجب ولا بالسالب. طيب بعد كده في عندنا السترين يورين. في البيشنت عنده فيه سترين يورين ولا لا؟ لو ما فيش ما بعملش ايه؟ علامه صح في البوكس اللي قصاد منها. بعد كده في عندنا الكاستر. العيان ده مركب كاستر، طيب هل هي اندويلنج كاستر ولا انترميتنت كاستر؟ اندويلنج كاستر، العيان مثلا عامل عمليه معينه والكاستر دي ايه متركبه، هتفضل يوم اتنين وبعد كده تنشال، دي بنسميها اندويلنج كاستر. لكن انترميتنت كاستر اللي هي مؤقته، ان انا بحطها واشيلها بحطها واشيلها علشان قال ايه لو اللي في بروبلم معينه عند البيشنت، فبتستدعي ان انا بركب الكاستر كل شويه واشيلها. طيب ده اكوردنج مين برضو؟ دكتور اوردر. يبقى هاني هاجي لو هي البيشنت بتركب له انترميتنت كاستر، هاجي قصاد منها واعمل علامه صح، اقول الديت اوف انسيرت دخلناها امتى والسايز بتاع الكاستر امتى بالظبط والفريكوانسي بتاعها امتى، كل قد ايه، كل قد ايه بركب الانترميتنت كاستر دي، تمام. بعد كده في عندنا الدرين. الدرين البيشنت مركب اي درينز اللي هي الدرنقه، بعرف ايه التايب اوف درين اللي موجوده عند البيشنت واكتبها، تمام. هل هي بينروز ولا هيموفاك ولا وات ايفر التايب بتاع الدرين اللي موجوده عند البيشنت ايه، واكتبها هنا في التايب. طيب النمبر قد ايه، العدد قد ايه، بشوف العدد بتاع الدرين قد ايه واكتبه هنا، هل هي 1 هل هي 2 وات ايفر هي ايه بالظبط. اللوكيشن مكانها فين بالظبط، مكان الدرين ايه فين بالظبط. بعد كده في عندنا اللي هو الدريسنج. في عندي تايب اوف ووند، البيشنت لو عنده ووند هعرف نوع الووند ايه، والووند ده بيتغير عليه بتايب اوف سوليوشن ايه، وبيتغير عليه كل قد ايه بالظبط. يبقى انا هعرف هنا التايب اوف ووند هل هو اوبن ولا كلوزد، سيبتك ولا كلين. البيشنت اللي هو الووند الاوبن اللي هو الجرح ما فيهوش سيوتشر، فالوند ده اوبن وبينزل فيه منه اي، ما هو سيبتك اعرف ان هو ازاي سيبتك، درجه الهيلينج بتاعته مش كويسه وفي ديسشارج خارجه منه، يبقى اعرف نوع الوند ده هل هو اوبن وسيبتك ولا كلوز وكلين، تمام. بشوف الوند بتاع البيشنت ايه واعمل هنا تشيك في البوكس المناسب ليها. طب البيشنت ما عندوش اي وند ولا اي حاجه، باجي قصاد منها واعمل ايه؟ داش. طيب بيغير البيشنج ده، بعرف نوع السوليوشن اللي بيغير بيه ايه، هل هو بيتادين ولا
وات ايفر السوليوشن اللي بيغير بيه ايه، بكتبه هنا بالظبط. والفريكوانسي اللي على حسب الدكتور اوردر، الدكتور كاتب ان هو يغير كل يوم، يبقى انا هكتب كل يوم، كاتب كل 24، كل 8 ساعات بكتب كل 8 ساعات، يبقى انا بشوف الفريكوانسي اوف تشينجنج لي بعمل دريسنج ان الووند، وبكتبها هنا في قلب الكارتكس. بعد كده في عندنا جزء الدياجنوستيك ستادي. الدياجنوستيك ستادي اللي هي التحاليل المطلوبه للبيشنت، المطلوبه او اللي موجود ليها ريزلت. بعرف ازاي؟ اول حاجه لازم احكي حاجات عندي مبدئيه في الدياجنوستيك ستادي عشان ما اغلطش فيها. في عندي الدياجنوستيك تيستس لازم تكون عندي في خلال 7 ايام، ما تزيدش عن 5 7 ايام. 7 ايام يعني ايه؟ 7 ايام يعني انا مثلا البيشنت موجود عندي في الهوستل ونطلب منه تحاليل، وهو موجود بقاله مثلا هنا فتره في المستشفى، وكل شويه الدكتور بيكتب له ايه اوردر على انفستيجيشن مطلوبه منه، فبالتالي ان كل شويه ايه بعمل انفستيجيشن والمعمل بيجيب لي الريزلت بتاعتها، فانا بشوف عيني على الريزلت اللي جايه دي كانت جايه بتاريخ كام، والدكتور اوردر برضه بتاريخ كام. لو عدى عليها اكتر من 7 ايام ما بكتبهاش معايا هنا في الدياجنوستيك ستادي. طيب لو في خلال ال7 ايام بكتبها عندي هنا بالظبط بترتيب الدكتور اوردر اللي كاتبها في قلب الفايل. طيب لو حاجه لسه الدكتور كاتبها ولسه ما اتسحبتش او ما اتعملتلهاش اي حاجه برضه بتتكتب هنا، طالما ما عداش عليها 7 ايام من تاريخ الاوردر ديت او الرايف ديت بكتبها معايا هنا في الدياجنوستيك ستادز. بكتبها برضه بالابريفيشن زي ما انتم شايفين في الاكزامبل اللي انا حاطاه لكم، يعني اللي هي الكي اف تي اللي هي اختصار لكيدني فانكشن تيست، وال اف تي اللي هي ليفر فانكشن تيست، وهيموجلوبين. بجيبهم منين دول؟ بجيبهم من البيشنت فايل. الدكتور بيبقى كاتب كده مطلوب عمل تحاليل وظائف وظائف كلى وظائف كبد والهيموجلوبين ولا هو فيبر المطلوب ايه بالظبط، بكتبه زي ما الدكتور كاتبه بالظبط في البيشنت فايل، واكتب الاوردر ديت اللي الدكتور كاتب اللي فيها الدياجنوستيك ستادي. لو الحاجات دي عملناها وراحت اللاب وجات لي هنا الريزلت بديت، بكتب الرايف ديت اللي جات لي بيه، والريزلت بكتبها ايه اللي موجوده عندي. طب حكه الريزلت يا شباب، بكتب الابنورمال ريزلت، مش بكتب كل الريزلت اللي جات لي، لا بشوف الابنورمال الريزلت اللي جت ايه بالظبط وبكتبها بس. طيب الريزلت ما جاتش بقول ايه؟ ان ايه؟ بدايش جنبها كده ان خلاص ان الريزلت ما جاتليش. طيب السبيشال نوت دي معناها ايه؟ معناها ان في انفستيجيشن معين او تيستس مطلوبه للبيشنت وانا عملت بيها شيك للحجز قدام شويه. يعني مثلا زي ما احنا كاتبين لكم اهو مثلا ان النهارده مثلا كام؟ 3/11 وليكن فور اكزامبل، ان الدكتور جه مره على البيشنت وطلب منه قبلنا الالترا ساوند، واحنا عملنا حجز اللي في الهوستل في قسم الاشعه ان البيشنت قبلنا الايه الترا ساوند، بس لقينا الحجز ميعاد الحجز يوم 10/11، لسه يوم 10/11 والنهارده كام؟ 3/11. يبقى انا هكتبها هنا في السبيشال نوت، هقول ان الابدومينال الترا ساوند ويل بي دان اون 10/11 2020. يبقى انا بقول ان الابدومينال الترا ساوند هتتعمل لسه يا جماعه يوم 10/11، ويكون ليها شيت حجز او ايصال حجز بالاشعه دي موجود في قلب البيشنت فايل. لو مفيش اي حاجات حجز للبيشنت بعمل داش في السبيشال نوت. لو البيشنت ملوش اي دايجنوستيك ستادي برده بعمل داش، تمام؟ ما بقلبش اي حاجه بكتبها مش موجوده في البيشنت فايل. دي اخر جزء في الابلكيشن اوف كاردكس اللي هو البيشنت كارت الايه؟ كارت الميديكيشن اللي هو البيشنت ايه؟ ميديكيشن كارد. هنا بكتب فيه البيشنت نيم زي ما احنا كاتبينها في الاول، لازم يكون البيشنت نيم تريبل يعني يكون ثلاثي. الالرجي او اليوز ثريت، لو في البيشنت عنده اي تايب اوف الرجي ليه ميديكيشن معين بكتبه، ما عندوش خلاص بعمل داش. الدايجنوز بتاع البيشنت اللي موجود عندنا بكتبه هنا برضه. الديت اللي هو تاريخ النهارده اللي انا شغاله فيه بعمل فيه كاردكس، تمام. البليس البيشنت ده موجود في اي ديبارتمنت، هل هو موجود في اسم اللي هو الجراحه، جراحه ايه بالظبط، ميل ولا فيميل، وموجود في اني يونت بالظبط، ايه ولا بي ولا سي. البيشنت بقى ايه البليس هنا مقصود بيها الديبارتمنت موجود في البيشنت. طيب بعد كده في عندنا جدول. الجدول فيه اول حاجه عندنا الاوردر ديت، وعندنا بعد كده الستوب ديت. الاوردر ديت ده اللي هو التاريخ اللي الدكتور كاتب فيه الميديكيشن، وبعد كده شيك وكتب بتاريخ ده الاوردر ديت. يبقى الاوردر ديت اللي هي الميديكيشن المكتوبه الدكتور كاتبها الاوردر، وبعد كده ايه كتب التاريخ، يبقى التاريخ ده لازم يكتب هنا عندي في الاوردر ديت. طيب الستوب ديت، الستوب ديت ده لو البيشنت ماشي على ميديكيشن معين لمده يومين اتنين بياخده النهارده وبكره، يبقى انا هكتب بكره في الستوب ديت عشان اخد بالي ان الدرج ده هيقف بكره، ده في حته الستوب ديت. طيب عندنا بعد كده الدرج والدوز والروت اند فريكوانسي،
يبقى انا بكتب هنا الميديكيشن بالفايف رايت اللي احنا خدناها قبل كده وعارفينها. وليكن مثلا فور اكزامبل، انا هديكم مثال، مثلا ان المريض ماشي على دكتور كاتب له عنه ان هو ياخد 1 جرام سوفتاكس وريد كل 12 ساعه. هكتبها هنا ازاي؟ يبقى انا اول حرف من من الدرج بيكون كابيتال، يبقى سيفوتاكس، نتكتب سيفوتاكس 1 جرام 1 جي ام ويال اي في افري 12 اور. يبقى انا بكتب هنا ان هو كل 12 ساعه، فيال اي في كل 12 ساعه. يبقى انا كتبت ان السيفوتاكس اللي هو الدرج اهو، اسم الدواء تركيز ونوعه، اللي هو سيفوتاكس 1 جرام فيال، الدوز بتاعته اللي هي اللي هو اللي هياخد الفيال كله، اللي هو هياخد الفيال، بكتب 1 جرام فيال، تمام. طيب الروت هياخدها ازاي؟ هياخدها اي في، الفريكوانسي اللي هو كل قد ايه بالظبط، كل 12 ساعه، كل 24 ساعه، زي ما الدكتور كاتب له بالظبط انا بكتبها، تمام. باجي هنا في التايم جيفن بوزع ان كل 12 ساعه هنا، ان السيستم بتاع المستشفى ان هو بيدي الساعه 8 اي ام و8 بي ام. يبقى انا هعمل 8، هعمل دايره عند 8 ودايره عند ايه؟ 8 بالليل. طيب البيشنت خدها الساعه 8، خد السيفوتاكس ده الساعه 8، تمام. يبقى انا بعمل الدايره واعمل قصاد منها ايه؟ واروح جاي عامله خط في نص الدايره واكتب الانيشال بتاع النيرس فوق على الدايره. الناس دي اسمها امل محمد السيد، يبقى انا اي ام اي، يبقى انا هكتب فوق على الدايره اي ام اي، واجي افقطها تحت في الانيشال بتاعها اي ام اي اللي هي امل محمد السيد. ده في حاله لو البيشنت خد الميديكيشن، تمام. يبقى البيشنت خد الميديكيشن، يبقى انا هعمل دايره وهعمل سلاش جواها كده، خط جوه الدايره، خط مايل جوه الدايره، واكتب الانيشال بتاعها ثلاثي فوق الدايره. وهاجي تحت هنا في عندي اتنين انيشال، اول انيشال اللي على الشمال والسيجنتشر ده بتاع الستودنت، يبقى الانيشال ده بتاع الستودنت والسيجنتشر. الستودنت هنا الطالب اسمه احمد محمد السيد، يبقى احمد محمد السيد، يبقى ايه؟ ام اي. احمد السيجنتشر بقى تبقى احمد محمد السيد. الانيشال بتاع النيرس اسمها امل محمد السيد، النيرس اللي جت الميديكيشن، يبقى انا هكتب الانيشال بتاعها برضو اي ام اي. مين اي ام اي؟ السيجنتشر هنا هكتب امل محمد السيد، اللي هو اسم النيرس اللي جت الميديكيشن للبيشنت، تمام. طيب في عندنا لو خدت بالنا قبل التايم جيفن في حاجه اسمها ريفريجريشن. ريفريجريشن معناها لو انا عندي درج معين لازم يتحط في الثلاجه زي الانسولين، ما ينفعش ان انا احطه بره الثلاجه، لو اتحط بره الثلاجه بيحصل له ايه؟ بيفسد. يبقى انا هعمل هنا قصاد الانسولين علامه صح ان لازم يتحط في الثلاجه. طيب عندي هنا كومنت، الكومنت ده بقى بكتب فيه ايه؟ لو مكتوب مثلا ان المريض هيمشي على دواء معين، بس الدواء ده عند اللزوم، عند اللزوم، يبقى انا هكتب كلمه عند اللزوم دي اللي هي اختصارها بي ار ان، هكتبها هنا في الكومنت بي ار ان. طب وليكن مثلا المريض ماشي على لازكس، الدكتور كاتب له لازكس 40 مللي جرام، ده هيتاخد ببطء وريد، هكتبها هنا ان انا هكتب هنا في الدراج ايه؟ الدراج دوز ورود، هكتب اللازكس اول حرف كابيتال، لازكس 40 مللي جرام امبول اي في كل مثلا زي ما الدكتور كاتب مثلا كل 8 ساعات. طب هو الدكتور كاتب لي ببطء، اللازكس ده كاتب ان هو ببطء، هكتبها فين؟ هكتبها قصاد منها في الكومنت. يبقى انا هاجي على الخط اللي انا كاتبه عليه اسم الدرج اللي هو اللازكس، وهاجي قصاد منها في الكومنت هكتب سلولي. طيب لو انا عندي في ادويه بتتاخد قبل الاكل او ادويه بتتاخد بعد الاكل، قبل الاكل هنا بكتبها في الكومنت، او بعد الاكل بكتبها برده في الكومنت، تمام. بعد كده في عندنا اخر حاجه زي ما احنا اتفقنا، في عندي الانيشال والسيجنتشر، اول انيشال وسيجنتشر على الشمال ده خاص بالطالب، الانيشال اللي هو اول حرف من اسم الطالب، واول حرف من اسم والده، واول حرف من اسم جده، يبقى ثلاثي، يبقى زي ما قلت لكم احمد محمد السيد، ده ايه؟ اول حرف ايه نقطه، ام نقطه، اي ده الانيشال. السيجنتشر هقول احمد بقى اكتبها كام بالكامل، احمد محمد السيد. الانيشال الثاني اللي هو على اليمين اللي السيجنتشر ده خاص بالنيرس، برضه هكتب الانيشال بتاعها ثلاثي والسيجنتشر بتاع النيرس ثلاثي، تمام. ده كده بالنسبه لاخر حاجه عندنا في ابلكيشن اوف ذا كاردكس، وده ايه اخر جزء عندنا في تطبيق الكاردكس. ثانك يو.